اساطير الحقيقه. النهارده عندنا اساطير كتيره جدا بنتكلم عنها، وسبحان الله هي دايما في حلقات بتبقى كده، ان يظهر لك اسطوره زي الكابتن محمود الخطيب بخبر ان هو يكون سفيرا لكاس الامم الافريقيه 2019، عيد ميلاد النجم الكبير محمد صلاح، ايضا واحد من الاساطير الافريقيه هيكون معايا على التليفون دلوقتي، او هو بالفعل معايا على التليفون دلوقتي، واحد من الاساطير التونسيه والاساطير الافريقيه في عالم كره القدم، وزير الشباب والرياضه الاسبق والنجم الكبير كابتن طارق دياب. يا كابتن طارق ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا بيك، شكرا على الاستضافه. كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله، الشعب المصري بخير والنادي الاهلي بخير ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير. عيد محمد صلاح، عيد ميلاد سعيد محمد صلاح. طبعا حضرتك متابع جيد ودايما بتتفرج على محمد صلاح، اولا ايه رايك في محمد صلاح؟ والله شو محمد صلاح، انا بالنسبه لي انا قدوه للاعبين العرب الكل خصوصا الشباب. لان يعني النجاح له مو سهل خصوصا في اوروبا. انه لاعب عربي يصبح نجم في اوروبا وفي انجلترا وفريق ليفربول مو سهل، هذا لازم عمل كبير، لازم نضج، لازم تربيه، لازم اخلاق، وبطبيعه الحال لازم عنده امكانيات كبيره. صلاح قدوه للاعبين العرب، لاعب عرف باش يطير المسيره نتاعو، المسيره نتاعو كانت موفقه، البدايه نتاعو كانت موفقه. لاعب ناجح قدم موسم رائع سواء الموسم الفارط او الموسم هذا. انا اعتبره حتى الموسم هذا موسم كبير بالنسبه لمحمد صلاح، انه هداف الدوري وفاز بالشامبيونز ليج. نتمنى له النجاح والتوفيق، لان كره القدم لازمها تضحيات جسام، والتضحيات هذه ما سهل. تضحيات محمد صلاح ضحى، واعتقد ان اليوم يقذف في معناتها الشيء اللي عمله منذ سنوات وسنوات. ان شاء الله يكون قدوه للاعب المصري، وان شاء الله يكون قدوه للاعب العربي خصوصا الشباب العربي، وهذا بطبيعه الحال نجاح كبير. نتمنى لهم ان شاء الله دائما موفق، وانا اعتبره من افضل 5 أو 6 لاعبين في العالم حاليا. مظبوط. كابتن طارق، يعني عايز اسال حضرتك اولا ايه رايك في استضافه مصر والاستعدادات التي تقوم بها مصر لكاس الامم الافريقيه الحاليه؟ والله شو انا اعتقد انها بتكون بطوله قويه، بطوله مميزه. لأن يعني أولا مصر استضافت عديد المناسبات العالمية، استضافت بطولة أفريقيا في عديد المناسبات، وأنا حضرت في معناتها في القرعة كانت معناتها مفاجأة سارة بالنسبة للعالم الكل. التحضير كان مميز، أعتقد أن باش تكون ناجحة فنيا، لأن المنتخبات الكل القوية موجودة. والمنتخبات العربيه القويه الكل موجوده، واعتقد ان باش تكون معناتها حتى تنظيميا باش تكون نجاح كبير للاخوان المسؤولين المصريين، وهذا ما نتمناه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كابتن طارق طبعا كلنا اهتمام، لان المنتخب التونسي دائما مرشح من المرشحين الكبار للفوز بهذه البطوله، ولكن بما ان حضرتك موجود معانا في قناه النادي الاهلي، اولا ايه راي حضرتك في المنتخب التونسي واختيارات الان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي، وعدم استدعائه للاعب النادي الاهلي واللاعب التونسي الكبير الحقيقه علي معلول؟ اولا اعتقد ان المنتخب التونسي من المنتخبات المرشحه بصراحه. نعم. لانه يعني اولا المنتخب هذا عنده 5 أو 6 سنوات حضروا فيه، منتخب تقريبا العمود الفقري عنده 6 أو 7 سنوات لعبوا معها، لعبوا كاس العالم، لعبوا بطوله افريقيا، ولهذا المنتخب حاضر لانه اولا عندنا عديد اللاعبين ينجحوا في اوروبا وناجحين. وعندنا لاعبين في تونس، الترجي والنجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الساحلي والفرق الكبيره. اعتقد ان اليوم المنتخب التونسي حاضر وجاهز يلعب الادوار الاولى. الاختيارات دائما راهو فيها وعليها، دائما الاختيارات تكون صعبه على المدرب. احنا لاحظوا سواء المنتخب المصري او المنتخب التونسي او المنتخب المغربي او المنتخب الجزائري، بطبيعه الحال 23 لاعب مو سهل اختيار. ممكن انا نقول علي معلول خطا كبير، يعني انا نفضل انه علي معلول يكون مع المجموعه، ممكن ما يكونش اساسي لكن على الاقل مع المجموعه، لانه لاعب عنده خبره، لاعب ممتاز، عنده امكانيات كبيره، ونعرف ان البطوله هذه تحتاج الى لاعبين عندهم خبره. صحيح في لاعبين شباب صاعدين، لكن في حاجه ماس الى لاعبين عندهم خبره كبيره. وعلي معلول نجح مع النادي الاهلي، صحيح
في كاس العالم ما قدمش مستوى كبير، لكن اعتقد ان علي معلول بعد مع النادي الاهلي قدم مستوى كبير ويستحق باش يكون مع تضمن 23. لكن هذه اختيارات المدربين، حتى انتم في مصر لاحظنا ان عديد اللاعبين مش موجودين. مظبوط. لاعبين دينا وهذه اختيارات، لكن ما نحكم على المدرب الا بعد البطوله. اعتقد هناك لاعبين المفروض يكونوا متواجدين، خصوصا علي معلول اللي اعطى للكره التونسيه ومن افضل المدافعين على الجهه اليسرى وفي العالم العربي او افريقيا. مظبوط. اتمنينا ان يكون متواجد ضمن 23 لاعب. كابتن طارق، لو حضرتك هتختار اربع منتخبات او خمس منتخبات او اربع منتخبات يصلوا الى الدور قبل النهائي، تختار مين؟ والله شو اول مره باش تكون صعبه المنافسه صعبه. نعم. لان اولا هناك خمسه فرق تقريبا عربيه. افضل منتخبات افريقيه باش تكون موجوده، ولهذا باش تكون منافسه شرسه ومنافسه قويه ومنافسه كبيره. اولا بطبيعه الحال الفريق المصري يلعب على ارضه ونعرف ان دائما المنتخب المصري على ارضه قدم مستوى كبير. المنتخب المغربي عنده لاعبين مميزين وعنده لاعبين خبره وعنده لاعبين يلعبوا في افضل الفرق الاوروبيه، بهذا من المرشحين. المنتخب التونسي بطبيعه الحال. المنتخب السنغالي، ولو ان دائما السنغال صحيح عند افراد عند لاعبين مميزين من ناحيه الفلك كمجموعه دائما ما تقدمش مستوى كبير. كامرون ونيجيريا، كامرون خطير جدا، فريق كامروني فريق تعود بالالقاب، فريق فاز بالبطوله الاخيره، عنده لاعبين مميزين، عندهم امكانيات بدنيه هائله جدا، ونعرف ان اللياقه البدنيه دائما تلعب دور كبير. انا اولا اخر موسم واللاعبين المراهقين، ثم تلعب 6 أو 7 مباريات باش توصل ادوار نهائيه، ولهذا اللياقه البدنيه تلعب دور كبير. هذا تقريب الخمسه، وان شاء الله تكون الجزائر معهم. معناتها انا اقول بصراحه صعب التكهن في البطوله هذه، لان بتكون بطوله قويه وقويه جدا وشرسه. يعني اعتقد يا كابتن طارق ان انت او يعني نقل البطوله من شهر يناير لشهر 6 اعتقد ده فرق كتير جدا، وهيدي ناحيه فنيه كبيره للبطوله، لان اللعيبه في شهر 1 بتبقى يعني بتفكر في النادي بتاعها اكتر ما بتفكر مع المنتخب. دلوقتي الامور افضل يعني. برافو عليك، صحيح. لان اولا لما يجيك في ديسمبر بصراحه في شهر 1 يلعب في بطوله افريقيا جاي من اوروبا ويبقى شهر تقريب ويخسر مكانه في المركز نتاعو في فريقه، طبيعي انه ما يعطيش 100%. لاعب شفنا اللاعبين الافارقه اللي لعبوا في اوروبا في تقريب جلهم ما قدموش مستوى شيء. مظبوط. صحيح يجيو يلعبوا، لكن دائما يفكروا في المنتخب الفرقه نتاعهم والمراكز نتاعهم، في بعض الفترات لقوا صعوبات كبيره لما يرسلوا عن الانديه نتاعهم. اليوم لا، بالعكس الشهر هذا انتهى الدوري، انتهى كل شيء، لاعبين باش يكونوا مجندين، لاعبين باش يكونوا حاضرين جاهزين، وكل لاعب يحب يفوز ببطوله افريقيا، لان اليوم بطوله افريقيا اصبحت محطه كبيره بالنسبه للاعبين، خصوصا اللاعبين اللي ينشطوا في الدوري المحلي. اعتقد ان بطوله افريقيا تقريب سماسره العالم الكل بيكونوا موجودين شهر جوان في مصر ان شاء الله، وبطبيعه الحال اللاعبين الكل يحب يقدموا مستوى جيد، نتمنوا ان تكون البطوله في مستوى عالي ان شاء الله، وهذا ما نتمناه. لكن احنا ما خافوش من التنظيم، لان التنظيم اولا ملاعب مميزه، عندكم ملاعب ممتازه جدا، وعندكم الفنادق، وعندكم ملاعب تاع التمارين موجوده، وخبره المسؤولين المصريين ان شاء الله. معناتها معاش عندنا ثقه كبيره في المسؤولين المصريين ان شاء الله. اخيرا، لاعب او اثنين او ثلاثه حضرتك تتوقع بروزهم في هذه البطوله؟ والله اثنين ثلاثه صعب تقول لي، برضه صعب. صح. صح، عندك حق. نتمناو انا اولا طبيعي انا تونسي، نتمنى ان المنتخب التونسي قدم مستوى جيد، وعندنا لاعبين ممتازين، عندنا شو اسمه اللي يلعب في الزمالك، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي، عندنا الخزري، عندنا عديد اللاعبين. المنتخب المصري بطبيعه الحال صلاح باش يكون محدد اضافه، باش يكون محاصر عليه قوي، وهذا المنتخب المصري لازم يستغلوا صلاح، اللاعبين مع صلاح لازم يستغلوا صلاح. نعم. يعني رقابة قوية على صلاح، ولهذا لما تكون رقابة قوية على صلاح لازم اللاعبين الآخرين معناتها يستغلوا الرقابة هذه. بطبيعة الحال ماني، فما عديد اللاعبين في السنغال وعندنا في نيجيريا وعندنا، ولهذا صعب. نتمناو أن
اللاعبين العرب يبرزوا ان شاء الله، اللاعبين المحليين اذا يبرزوا بطبيعه الحال ان شاء الله معناتها يخرجوا الى اوروبا، وهذا هام جدا بالنسبه للاعب العربي انه يلعب في اوروبا لانه يقدم خدمات كبيره للمنتخبات العربيه. أنا بشكر حضرتك جدا يا كابتن طارق، وكل سنة وحضرتك طيب، ودايما الحقيقة بتمتعنا بتحليلك وبتمتعنا بكلامك، وشرف لينا أن حضرتك تكون معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. نادي لا نادي الأهلي في عينينا، وسلمونا على الكابتن محمود القصيم، نتمنى له النجاح والتوفيق. يوصل. نتمنى له النجاح والتوفيق للنادي الأهلي السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا للكابتن طارق دياب، نجم كبير، نجم تونس ونجم الإفريقي الكبير الكابتن طارق دياب. زي ما حضرتك